مؤخرا قمنا بتأسيس واحد المؤسسة اللي هي مؤسسة الرؤية الأفريقية، واللي هي غادي يكون عندها واحد الدور إن شاء الله في الاشتغال في واحد المجموعة ديال المجالات اللي غادي تخص العمل الجمعوي، غادي تخص العمل التربوي وعمل ديال التنمية وحتى المجالات الاقتصادية. فغادي يكون واحد العمل إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غيكون عمل ثنائي، غادي نشتغلوا مع جمعية غادي نشوفوا الخصائص، غنشوفوا المشاكل، وكنظن كاين مشاكل وكاين أرضية ديال الاشتغال. وحنا إن شاء الله الرحمن الرحيم الجمعية ديالتنا اللي تم تأسيسها كتوفر على واحد العدد ديال الكوادر يعني في مجالات كثيرة، مجالات متخصصة، معنا أطباء، معنا محامون، معنا الناس في الاقتصاد. وهاد الجمعية إن شاء الله الرحمن الرحيم بهاد الكوادر ديالها يعني غادي نحطوها راه الإشارة ديال هاد الجمعيات اللي غيكون معاها واحد التواصل يعني دائم من أجل وضع خطط للقيام والنهوض بهاد المنطقة. هاد الخزانة اللي درناها باش يستافدوا منها فيما يخص الأفراح الإنسان إلا توفى ليه شي حد ولا هذا كيستافد من هاد البادرة هادي. والشيء الآخر هو مبادرة اللي بغينا نقوموا بها إن شاء الله مع هاد الجمعيات المدنية اللي كاينة في المنطقة، باش نحاولوا نحركوهم وباش نحاولوا يخدموا معنا شوية في ما هو اجتماعي وما هو تنموي. وبغينا نديروا واحد اللجان إن شاء الله مع هاد الجمعيات اللي غادي يشوفوا لنا الناس اللي معوزين، اللي عندهم أمراض مزمنة، واللي عندهم حالات اللي مثلا كاينين الأيتام، كاينين الناس اللي محتاجين، غادي نقدموا لهم مساعدات بإذن الله. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع فعاليات المجتمع المدني، ونحن بصفتنا ككاتبا عاما وباسم مؤسسة الرؤية الإفريقية فإننا سوف نشتغل بهذه المنطقة وبمختلف المناطق المجاورة وعلى صعيد التراب الوطني وعلى صعيد التراب الإفريقي والدول الإفريقية وحتى على الصعيد الدولي مع جميع المؤسسات التي ترغب في الاشتغال في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والثقافي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.